طيب الموبايل فصل، فهنسمي الجزء الفيديو الاولي ده هنسميه جزء اول. يلا ونعملها بقى ايه، ليالي الحلميه الجزء الاول والجزء الثاني. فاتكلمنا احنا على الاعراض مرض العلاقه، او ان العلاقه دي داخله في حيز او في اتجاه ان هي تنتهي او ممكن تتدمر. قلنا العمل لساعات طويله، القائد الناجح يشتغل من 9 لـ5 ويقدر يعمل ديليجيشن. يعني ايه ديليجيشن؟ يعني يوزع المهام والشغل، وما فيش حاجه اسمها تموت نفسك في الشغل. الحاجه الثانيه العادات السيئه اللي هي زي المخدرات والخمور والقعد على القهوه بزياده عن اللزوم، والمواقع الاباحيه، ولعب الالكترونيات والحاجات دي. الحاجة الثالثة مفيش أي مجهود أنت بتبذله، أنت كل حاجة جاية لك حق مكتسب وبتحمل على الشخص الثاني، والشخص الثاني يعني بيبقى الإيدين اللي بتسقف في العلاقة، والأف أمه اتنين هو بيشيلها لوحده، وبينتهك وبيخلص. فبتلاقيه بقى طاقته خلصت، رصيدك عنده كل شوية عمال يخلص مهما كان حب. فانت ما تاخدش اي حد فور جرانتد زي ما بيقول، ما تاخدش اي حد كحق مكتسب، لا لازم تبذل مجهودك وتعمل. حتى الكلمه الحلوه مهمه ساعات، تسلم ايدك على الاكل. ليه؟ لان هي بذلت مجهود، عايزه حد تو اكنولج الكلام دوت، يقول ان الكلام ده انا خلاص شفته وعارفه وشايفه، يعني وحاسس بمجهودك. انما تقول لها ادي اكله، ما كانتش اكله هتزلينا بيها. طيب يا حبيبي اعمل انت بقى الاكل بعد كده يعني مثلا. فانت بتاخد حق مكتسب. على فكره الكلام دوت بتريقه على الست المصريه، ما فيش ست بره بتقعد تعمل الكلام ده كله، يعني بعض الدول، مش عشان بقول بقى الست المصريه بس هي، لكن بعض الدول زي كده. انما انت تقعد تتامر، تعالى اتجوز واحده امريكيه وشوف ايه اللي ايه اللي ممكن يحصل لك لو انت عملت حاجه زي دي. يعني هو وحتى احنا عندنا حديث بيقول لك ايه، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، او العكس، انا اسف عشان ده حديث، من يشكر الناس فانه يشكر الله. يعني انا هقول بما معناه ان اللي بيشكر الناس كانه بيشكر ربنا. الجزء الثاني، معلش انا ابص في الطريق لان ايه، انا ماشي على هاي واي سريع، فالموضوع مش عايز يبقى جيم اوفر. يعني السرعه هنا اهوت، انا ماشي على 80 مايل في الساعه دلوقتي، 80 مايل يعني الكيلو 1.6 مايل. ف اللي بعد كده عايز اقول، لازم يبقى فيه الشخص اللي في العلاقه ده وقت لنفسه بتاعه عشان يستمتع بيه. لازم يبقى فيه مساحة كده بتاعته، لأنه لازم يفصل. إنما وشنا في وش بعض ولازقين في بعض ومعتمدين على بعض، يبقى في حد كده نيدي اللي هو إيه، هاتيلي كوباية المية يعني إيه، ويقعد بقى يتأمر بقى التلج دوت مش ساقع وكلام فاضي من ده، يعني تلاكيك. في حاجات في العلاقة اللي هي الغيرة الزيادة عن اللزوم، أو دي بتضر طبعا، يعني أن واحد بقى جايب صداع. هي أنا بسميها عناصر اللزق في العلاقة. الواحد تلاقيه بيتصل على طول، معتمد اعتماد كلي على الشخص التاني، غيور زيادة عن اللزوم. ده بيبقى مرض بقى وتملك، وإنسان متدلع من عند والدته. فبتقعد بقى هي بتسلمه، كي عامله زي المدرسه لما يكون في فصلها ولد فاشل عايزه تسلمه، او بايظ عايزه تسلمه للمدرسه في الفصل اللي جنبيها. فالمدرسه للفصل اللي جنبيها للاسف بتبقى مراته، لان ما ينفعش يبقى في ام تانيه، فبتبقى بتهشكه وتدلعه، او مطلوب منها ان هي تعمل كده زي ايه، زي والدته. ف مهم قوي في العلاقة ان يكون الطرفين اللي فيها، او الاطراف اللي فيها، يكون عندهم حياة اجتماعية.
يعني حياة اجتماعية، يعني يكون لي صحاب، حد يسمع له، حد يتكلم معاه غير اللي في العلاقة بس، ويكون يعني يعني من ضمن الحاجات اللي انا بقول ايه، بص لما حد يجي يتجوز حد بص على علاقته باهله، لو علاقته سيئة، لو دايما بيزم يقولك هم مش فاهميني، هم بيتصرفوا غلط، هم انت هتبقى من هم دول بعد كده، يعني be prepared، انا بجهزك، يعني ده المشكلة عند الشخص ده. ف just to recap، يعني عشان اقولهم تاني العناصر او اعراض مرض العلاقة اللي انت لازم تتحرك او تغير، لان العلاقة ممكن بعد كده ايه ما تستمرش، ايه هم العمل ساعات طويلة، العادات السيئة، مفيش وقت لنفسك، مساحة كده هو تاخد بريك، والاعتماد، وتبقى انسان نيدي كده معتمد على عارفين عامله زي ايه حته الاعتماد دي، عارف انت لما البتاع التنفس اللي في الطياره ده، انت بقى واخده من الشخص اللي محتاجه وحطه على نفسك، او فانت معتمد، الشخص بقى بالنسبه لك ده عامل زي الماسك، ده هو ده الشخص اللي هو ده ما تعرفش تعيش من غيره، زي هو مصدر الاكسجين بالنسبه لك، انت عاود نفسك انك مصدر الاكسجين هو مناخيرك مش حد تاني، مصدر تقدر تعيش من غير اي حد. وبعد كده ديفلوب حياه اجتماعيه، دايما المانيبيوليترز اللي هم الناس الانانيين النرجسيين عايزينك تطوف حواليهم، لان هو مليان من نفسه او منفوخ في نفسه كده، فعايزك تفضل حواليه كده في طوفان، تلبي له حاجته ومحتاج ليه. اي علاقه يقول لك انا ما تكلميش صحابك ولا ما تكلمش صحابك، اعرف ان ده جاي يتملكك واقفلها من اولها، او قول له شروطك، صحابي هيفضلوا حبايبي، وانا عندي حياه اجتماعيه، وانت جاي تكمل حياتي، انا مبسوط 100% واعرف ابسط نفسي 100%، وانت ممكن تيجي تشاركني انبساطي، انما انت ومن غيرك هبقى مبسوط، وبيك هبقى مبسوط ازيد المفروض. بس كده يا جماعه، دي اتسليت معاك شويه في الطريق، لان انا هسوق ساعات طويله، فممكن اعمل فيديو تاني بعد كده. يلا تيك كير.